مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعل الخير في هذه الدنيا يشبه إنسانا فنانا يرسم بريشة فعل الخير، فعل الخير الابتسامة والسعادة على وجه اليتيم والمحتاج والمستور وعفيف النفس وكل من أصابته كارثة أو نائبة أو مصيبة. ودولة الإمارات حملت راية فعل الخير منذ تأسيسها قبل 50 عاما، ورسم هلالها الأحمر الابتسامة والسعادة على وجوه ملايين البشر ممن أصابتهم الفيضانات والزلازل أو فتكت بهم الأوبئة والأمراض أو شردتهم الحروب والمعارك وجفاف الأرض، فلجأوا إلى الله، إلى أرض الله الواسعة. وهناك لم تبخل الإمارات ولا الشارقة يوما على من يستحق العطاء، وقدمت لهم جمعية الشارقة الخيرية كل المساعدات الإنسانية الممكنة والكفيلة بإخراجهم من حالة الفاقة والحاجة، ودعمتهم كي يصلوا لحياة عزيزة عفيفة وكريمة. كما تعمل دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة على تقديم الدعم والمساندة المعنوية لكل من يحتاجها من أفراد المجتمع. في حلقة اليوم من برنامج إماراتنا سنتحدث عن العمل الإنساني والخيري للإمارات خلال 50 عاما الماضية، فأهلا ومرحبا بكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد. نستضيف في حلقة اليوم من برنامج إماراتنا الأستاذة حصة الحمادي، مدير التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية. مرحبا. مرحبا فيكم. أهلا وسهلا. وكذلك نستضيف الأستاذ خالد القصاب، مدير إدارة التبرعات في جمعية الشارقة الخيرية. حياك الله أستاذ. يا مرحبا وسهلا فيك. حياك الله أخوي علي. ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ حوارنا، دعونا نشاهد سويا هذا التقرير وبعد ذلك نبدأ الحوار مع الضيفين الكريمين. أينما حلت أزمة إنسانية أو كارثة طبيعية، كانت الإمارات الدولة السباقة في المساعدة ومسارعة في بذل الغالي والنفيس للتخفيف من وطأة الأزمة أو الكارثة ومسح دموع الحزن وزرع البسمة على الوجوه. هو نهج تتبعه الإمارات منذ تأسيسها من قبل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي يتفق بشأنه القريب والبعيد على أنه رمز الإنسانية والقائد العظيم الذي كان التعاطف ومساعدة الناس وبذر العطاء من شيمه وأفعاله. وطيلة 50 سنة من عمر الاتحاد لم تدخر الإمارات العربية المتحدة أي جهد في دعم الدول والشعوب المنكوبة بسبب الكوارث، كان آخرها الأزمة الصحية التي هزت العالم. حياكم الله. إذن تابعنا هذا التقرير الذي تحدث باختصار عن العمل الإنساني الذي قدمته وتقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لكل محتاج. سنبدأ الآن الحوار مع ضيفين الكريمين، وأبدأ مع الأستاذ خالد القصاب. مساك الله بالخير مرة ثانية. مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا والعافية. طيب، يعني بعد متابعة هذا التقرير، ما قامت به دولة الإمارات وما تقوم به من عمل إنساني خلال 50 عام من بداية الاتحاد وحتى هذا اليوم، لا تحدثنا عنه وعن المجالات التي ساعدت وقدمت دولة الإمارات إلى الشعوب والمحتاجين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في مجالات الخير وإغاثة المنكوب والوقوف مع كل المتضررين حول العالم، وهذا النهج اتخذته الدولة عهد على نفسها منذ بداية الاتحاد، من أيام حياة المغفور له الشيخ زايد رحمة الله عليه. والحكومة تمشي على نهجه
وكذلك المقيمين والمواطنين ورجال الأعمال في هذه البلد المبارك فضل الله عز وجل. فهناك الكثير من الحالات التي وقفت معها الدولة وستقف بإذن الله عز وجل مع أي أمر طارئ في المستقبل. ما يخفى على الجميع الكوارث التي تصيب العالم اليوم من فيضانات وزلازل أو أحيانا حروب، وهذه تخلف طبعا آثار اجتماعية ونفسية على كثير من الناس وتودي بالملايين من البشر إلى حارة الفقر. فكان لدولة الإمارات البصمة المشهود بها في العالم، ولذلك احتلت الدولة أو يعني فازت حازت على أكبر داعم خلال 6 سنوات متتالية. فوقفت الإمارات مع جميع الدول أو أي خبر يصل إلى دولة الإمارات أو دولة منكوبة يعني تتعرض إلى كوارث، تجد يعني الأوامر تصدر من ولاة الأمر بتحريك الطائرات ولإغاثة هذه الشعوب والوقوف معها جنبا إلى جنب. وهذا اندل على شيء، فهو يدل على يعني عظم قيمة العمل الإنساني لدى الحكومة في هذه البلاد المبارك ولدى الناس عموما، يعني سواء كانوا مقيمين مواطنين أو مقيمين. نعم. لذلك تجد هبة الناس سبحان الله يعني تثلج الصدر حقيقة، ما من حملة إغاثة يعني أعلن عنها إلا وتجد الناس تتسارع وتتسابق في البذل والوقوف ودعم الدولة في هذه الحملة. الحمد لله رب العالمين. أستاذ حصة، فيما يتعلق بدائرة الخدمات الاجتماعية التي أنشئت بمرسوم أميري قبل تقريبا 20 سنة، كانت لها كذلك وقفات ومساعدات، من المستفيدون من خدمات دائرة الخدمات الاجتماعية؟ طبعا بالنسبة لدائرة الخدمات الاجتماعية هي معنية، هي دائرة خدمية بحتة. نعم. معنية بفئات في المجتمع منها كبار السن، الأطفال، النساء، الأسر ذات الدخل المنخفض. بالتالي نحن كدائرة نقدم خدمات مجتمعية سواء في المجال الصحي الطبي، أيضا في المجال التثقيفي، المجال التأهيلي، وأيضا المجال الاجتماعي. نعم. الأشخاص، في أشخاص معينين يعني مسجلة مثلا أساميهم في دائرة الخدمات الاجتماعية يتلقون هذه المساعدات؟ نعم، جميع الحالات تكون مسجلة وفق قيود بالدائرة، وتوجد قاعدة بيانات لكل إدارة على حدة أو لكل فئة على حدة تشمل جميع الخدمات التي تقدمها الدائرة. نعم. طيب أستاذ خالد، فيما يتعلق بالأعمال الخيرية التي قدمتها دولة الإمارات منذ بداياتها منذ 50 عام، متمثلة طبعا مليارات الدراهم التي صرفت أنفقت على من ستتحدث عنهم إن شاء الله خلال قادم الوقت، إن كان جمعية الهلال الأحمر أو جمعية الشارقة الخيرية بالإضافة إلى الجمعيات الأخرى، من المستفيدين الذين استفادوا من هذه الخدمات وهذا الدعم؟ الحمد لله رب العالمين. طبعا أخوي علي، ما يخفى عليك ما شاء الله تبارك الله دولة الإمارات يعني فيها عدد من الجمعيات يعني قد يعجز الإنسان عن عدها، يعني من جيت على إمارة أبوظبي أو دبي والشارجة وعجمان وأم القوين ورأس الخيم والفجيرة، في جميع إمارات الدولة الحمد لله الجمعيات الخيرية منتشرة في كل إمارات الدولة. والدول طبعا اللي استفادت من هذه المساعدات هي الدول نسميها الدول النائية أو الدول الفقيرة، ومعظم دول أفريقيا وشرق آسيا مثل عندك الهند وبنغلاديش والباكستان، نيت على الوطن العربي عندك في مصر اليمن، عندك مثلا دول أفريقية طبقا معظم الدول الأفريقية من بوركينا فاسو، وعندك مالي والسنغال والنيجر، وكثير الدول حقيقة اللي استفادت من هذه المساعدات ووقفت دولة الإمارات مع هذه الدول. نعم. وهذا اندل مثل ما قلت لك دل على يعني أن العمل الإنساني هذا متأصل فضل الله عز وجل عند كل من يعني يقطن هذه البلد المبارك فضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. فكثير الدول هي أخوي علي يعني حصرها يصعب يعني، والسؤال هذه اللي طرحت أنت هذا يباله حلقة ويبالي حتى عشان يعني تعدد الدول، بس يعني قلت لك أنا يبالك حلقة ويبالك حتى مثلا تقرير على أساس أن الناس تشوف
العمل الخيري اليوم والجهد اللي تقوم به الجمعيات سواء هلال الأحمر أو دار البر أو جمعية الشارجة الخيرية أو غيرها من الجمعيات. نعم نعم. فهي تتسارع وتتسابق في هذه المجالات يعني. طيب شنو المساعدات أستاذ خالد؟ والله تختلف أخوي علي. مثلا أنا بتكلم عن جمعية الشارجة الخيرية. نعم. المبادرات اللي تقوم فيها جمعية الشارجة الخيرية خارج الدولة مبادرات متنوعة يعني. نحن لو جينا على النصف السنوي هذا في سنة 2021 الجمعية أنفقت 117 مليون درهم على الأعمال الخيرية خارج الدولة. بعدد لك يعني على سبيل المثال للحصر. نعم. الزواج الجماعي عندك، بناء المساجد عندك، بناء الفصول الدراسية، دعم الأسر المتعففة عندك، سلة الخير عندك، مشاريع دعم الأسر المنتجة عندك، توفير مثلا أدوات الخياطة أو الزراعة على حسب البلد وعلى حسب المشروع المطروح. نعم. فكذلك كفالة طلبة العلم عندنا، كفالة الأيتام، كثير المشاريع صراحة يعني. فالحمد لله رب العالمين يعني 117 مليون خلال 6 شهور ما بشوية. صحيح. مبلغ يعني صحيح. ما شاء الله تبارك الله. صحيح. الحمد لله. طيب أستاذ حسن، انتقل للسؤال. دائرة الخدمات الاجتماعية يعني لها أهداف، ومن ضمن الأهداف هذه مثل ما تحدثتي في البداية أن ترصد بعض الأسر لمساعدتهم، هذا اللي تكلمتي عنه في البداية. لكن هل هناك أهداف أخرى حققتها دائرة الخدمات الاجتماعية في مجال العمل الإنساني؟ نعم طبعا للدائرة أهداف متنوعة، ولكن التركيز على هدف مجتمع متلاحم ويعي المسؤولية المجتمعية. نعم. فإحنا هنا ركزنا على مركز الشارقة للتطوع. حقيقة صارت فيه مبادرات كثيرة، في فرص كثيرة تم التركيز عليها من خلال الجانب الإنساني والجانب التطوعي كذلك. وطبعا مركز الشارقة للتطوع معني بفرص تطوعية متعاونة مع الجهات سواء الحكومية أو أيضا الاتحادية في إمارة الشارقة. جميل. طيب إخواني المشاهدين، طبعا الحلقة هذه ما زالت مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذا التقرير الذي يتحدث عن آراء الناس حول العمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات. بسم الله الرحمن الرحيم. أهني دولتي دولة الإمارات بعرسها 50 بحلول اليوم الوطني للدولة، و أتكلم من المنبر هذا كوني أنا موظفة في جمعية الشارقة الخيرية. وطبعاً جمعية الشارقة الخيرية غنية عن التعريف في مجال المساعدات الإنسانية والعمل التطوعي. المجال الإنساني ككل هو أسمى عبادة ممكن نقدمها لله عز وجل ومن ثم للبشرية. اليوم ولله الحمد نحن في دولة الإمارات نمشي على خطى أبونا الشيخ زايد الله يرحمه وغفر له ويطيب ثراه. تعلمنا منه العمل التطوعي والعمل الإنساني. دولة الإمارات يعني سباقة في هذا المجال، ونحن نمشي على هذا النهج. ومن خلال المنبر هذا أنا أقول أن العمل الخيري هو أسمى عبادة، ويعني العمل الخيري باق حتى وإن غاب صانعه. نحن دولة الإمارات في عامها 50 الحمد لله وفضل وتوفيق من رب العالمين، 50 عام من التطور، 50 عام من الخير. الحمد لله اليوم نحن أنا معكم من الجمعية، من جمعية الشارجة الخيرية. الحمد لله خلال اطلاعي للمجال الخيري في الجمعية الحمد لله فضل وتوفيق من رب العالمين، وثم توجيه قيادتنا الرشيدة وأيضا تكاتف المجتمع اللي تعود على الخير من بداية التأسيس إلى اليوم. ما في اليوم الحمد لله شخص احتاج العلاج إلا ولبينا طلبه، ما في شخص احتاج الإعانة إلا ولبينا طلبه. الحمد لله ما نشوف عندنا ناس مشردين، ما نشوف ناس تحتاج. ليش؟ عندنا تكاتف مجتمعي، وعندنا أيضا جمعيات خيرية متعاونة ومتكاتفة أيضا في رفع العمل الخيري حسب توجيهات القيادة الرشيدة اللي تربينا منها. نحن الغار متربين على هذا الأمر وكبرنا ونشوف هذا الأمر عندنا، والحمد لله وفضل من الله نستمر اليوم 50 سنة على هذا الخير، وإن شاء الله إلى الأبد إن شاء الله.
إذن استمعنا إلى بعض الآراء المختصة بالعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات خلال 50 عام منذ بدايات الدولة وحتى اليوم، والحمد لله رب العالمين لم تتوقف هذه المساعدات. أستاذ خالد، المساعدات كثيرة في الحقيقة، ومثل ما تفضلت يعني منوعة في مجالات عدة، لا يسعنا الوقت يعني لحصر الخدمات هذه، لكن خلنا نقول يعني مردود العمل الإنساني الذي تقوم به جمعية الشارقة الخيرية على هذه الشعوب من ناحية تقوية العلاقات والصداقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة. والله انطلاقا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. نعم. انت اليوم اي انسان، اي مسلم يقع في ضائقة او يعني في محنة، في اللقاءات والاخبار تسمع يقول وين المسلمين عنا؟ صحيح، كثير ما سمعنا هذه العبارة. نعم. والوقوف مع هذه الدول في ازماتها ونكباتها يقوي العلاقات طبعا بالدرجة الاولى، وكذلك في نفس الوقت يشعر شعوب تلك الدول بأن عندهم أخوان يتألمون بمصابهم ويفرحون بفرحهم. لذلك يعني أخذنا عهد على أعمارنا وعلى أنفسنا بأن يعني ما نتمنى حقيقة أن نصل لكل إنسان منكوب، ونتمنى أن نمد له يعني يد المساعدة وأن نوصل له شيء من خير الإمارات فضل الله عز وجل. فقلت لك أنا هذا الأمر يعني يقوي الروابط ويقوي العلاقات بين الحكومات وكذلك بين الشعوب. نعم، نعم. يعني أنت كثير ما تسمع يقول لك، أعطيك مثال، يعني أنا كنت في دولة عربية في يوم من الأيام، أول ما ركبت السائق قل لي أنت وين؟ قلت له من الإمارات، على أيام حياة الشيخ زايد الله رحمه، كان يقول لي يعطونا زايد يوم واحد. نعم. سمعة الإمارات فضل الله عز وجل، من وين جت هذه السمعة؟ من هذه الوقفات وهذه المساعدات وهذه الإعانات وما يصلهم من خير. نعم. من هذه البلد المعطاء. نعم. فهذا يقوي الروابط ويعني يزرع محبة الإمارات في قلوب الناس بالدرجة الأولى. هي طبعا عبادة مثل ما قلنا، وموقف شرعي يحسس الناس بأن ترى عندهم أهل. نعم. يعني يتألمون بمصابهم، لذلك هم أوصلوا لهم هذه المساعدات وهذه العينات من الأدوات الإغاثة، يعني إن كانت مواد طبية أو مواد عينية ومواد غذائية. نعم. لأن في معظم الحملات هذه والإغاثات يكون التركيز على 3 أشياء صراحة، يعني المواد الطبية بالدرجة الأولى، وأطنان المساعدات تذهب بأطنان هذه المواد، النيات على المواد الطبية أو مواد الإغاثة الثانية اللي هي من أكل، يعني وجبات أو مواد غذائية أو عينية. نعم. فدائما التركيز في المحن هذه يكون على هذا، على هالثلاث أصناف يعني. أحسن. الحمد لله رب العالمين. أحسن. طيب، يعني من باب الآية كذلك أستاذ خالد، أن اللي يتصدق اللي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة. الصورة اللي قبل شوي أستاذ ماجد، ذا تعطيني مرة ثانية صورة الصورة من فوق للعمارات، على أساس أن أيوة هذه صورة نشاهد الآن إخواني المشاهدين، يعني من فضل الصدقات بأن عندما تتصدق أنت كفرد أو كدولة، الله سبحانه وتعالى يعود عليك بالنفع، ويعود عليك بهذه الصدقة بعشر أمثالها. لذلك ما نشاهده الآن على الشاشة الآن مثال لما قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 50 عام، كلما تصدقت كلما زاد الخير، كلما أنفقت كلما وسع الله سبحانه وتعالى عليك. فهذا يعني مثال، قبل 50 سنة لم يكن في هذا المكان سوى بحر ويابسة فقط، لم تكن يعني هذه الصورة الجميلة التي نشاهدها الآن. فهذا سبحان الله العظيم، يعني هذا هو ضريبة ما تقدمه دولة الإمارات من صدقات وتبرعات وإعانات، عاد عليها بأضعاف الأضعاف كما وعد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. أحسن. نعم. والله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. أحسن يحسن الله إليك. سبحان الله. الحمد لله. وهذا الفضل اللي نشوفه نحن اليوم من هذا التطور وهذا الازدهار، أصبحت الإمارات اليوم مقصد كل شخص، أكثر من 250 جنسية. نعم. قصدت الإمارات للفضل، للخير والأمن والحياة، يعني الحياة صراحة حياة رفاهية، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يغير علينا. آمين. اللهم لذلك آمين. سبحان الله، يعني وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. نعم. وفضل الله عز وجل واسع الحمد لله. بارك الله فيك. طيب أستاذ حصة، فيما يتعلق بمساعدة
دائرة الخدمات الاجتماعية لبعض الأسر المقيمة في الدولة. ما الآلية التي تتبعونها للتعرف على هذه الأسر وحاجات هذه الأسر والمساعدات التي تقدمونها؟ هل هي مساعدات مادية فقط أم مساعدات أخرى؟ بالنسبة للآلية، طبعا في بداية الأمر يتم عمل استطلاع تام على العوائل والأسر المقيمة في إمارة الشارقة، بالتالي يتم دراسته ويتم عرض الطلبات هذه على لجنة مختصة، وتوجد أيضا شروط خاصة لقبول الطلبات وبالتالي يتم قبولها. أما بالنسبة للخدمات المقدمة مثل ما ذكرت وتفضلت، في خدمات نقدية طبعا، في مساعدات شهرية للحالات، وأيضا كذلك مساعدات عينية، وأيضا تقديم خدمات. إحنا الأسرة لما تقدم عندنا كمساعدة مالية ما ننظر لها أن هي يعني حابة تقدم فقط تستلم مبلغ مالي فقط، لا، احنا نشوف العائلة، افراد العائلة، الاطفال هل تعلموا ولا مش مستكملين تعليمهم، وضع الاسرة التعليمي الاقتصادي الاجتماعي كذلك، شو وضعهم اليوم، المستوى اللي هم واصلين له. نعم. فدائما التركيز صح الهدف يكون فقط مالي، ولكن نحن ننظر لجميع الجوانب. جميل. طيب مشاهدين الكرام، الآن دعونا نتابع هذا التقرير والذي يتحدث عن الشارقة 50 عاما من العمل الخيري والإنساني. تعد الإمارة الباسمة إمارة الخير والعطاء، الشارقة رائدة العمل الخيري بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود لمسيرة العمل الخيري الذي يشمل القريب والبعيد من خلال مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية التي كانت دائماً حاضرة مع الشعوب المنكوبة بفعل الزلازل والفيضانات والجفاف، وعبر أذرع الخير للإمارة من خلال جمعية الشارقة الخيرية. كانت إمارة الشارقة سنداً حقيقياً للاجئين والفارين من ويلات الحروب والفقر والمجاعة لتخفيف المعاناة، حيث نفذت الجمعية أكثر من 415 مشروعاً خارج الدولة، توزعت بين إجراء عمليات قسطرة القلب للأطفال وبناء المساجد والمدارس وحفر الآبار. منفذ آخر للخير والبسمة ينطلق من إمارة الخير للعالم أجمع عبر مؤسسة القلب الكبير، المؤسسة الإنسانية العالمية المعنية بشؤون اللاجئين والمحتاجين حول العالم. وساهمت المؤسسة من خلال مختلف الحملات التي قامت بها في تخفيف معاناة الشعوب من خلال مشاريع إنسانية استهدفت العديد من الدول، مثل مساعدة المتضررين من جائحة كوفيد-19 والفيضانات التي طالت المدن السودانية خلال العام الماضي، حيث قدمت المؤسسة مساعدات إغاثية لأكثر من 8000 متضرر. طيب، كان هذا التقرير تحدث باختصار عن الخدمات، خدمات جمعية الشارقة الخيرية خلال 50 عام أو منذ إنشاء الجمعية. الآن أستاذ خالد، نريد أن تحدثنا عن اهتمام الشارقة بشكل عام واهتمام صاحب السمو الحاكم الله يحفظه بشكل خاص بمساعدة المحتاجين إن كانوا داخل أو خارج الدولة. الحمد لله رب العالمين. طبعا ما لا يخفى على الجميع ان الجمعيه تاسست بمرسوم اميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ربي يحفظه سنه 89، ومن ذاك الوقت والجمعيه الحمد لله في تطور ملحوظ، وصاحب السمو طبعا مهتم جدا باخبار الجمعيه ومتابعه الجمعيه وانشطه الجمعيه، وله لقاءات دوريه مع اعضاء مجلس الاداره، و يعني في السنوات الأخيرة كان يحث صاحب السمو الله يحفظه يبارك في عمره على التركيز المساعدات الداخلية، وهذا ما تم بالفعل الحمد لله رب العالمين بمتابعة حثيثة طبعا بشكل دوري. فالجمعية طبعا مثل ما قلت لك أنا المشاريع اللي عندنا في داخل الدولة كثيرة، يعني من المشاريع الجديدة اللي طرحت موضوع غسيل الكلى. اليوم الجمعية الحمد لله عندها عيادة
والمستهدف ان شاء الله باذن الله ان نصل الى 48 شخص في اليوم. ما شاء الله. الحمد لله الاعداد يا ست الزايد، الاسره في العياده هذه بدينا بست واليوم الحمد لله تقريبا 12. فعندنا هدف ان نوصل الى 48 سرير. يعني المبلغ حتى الذي انفق يعني في هذا المجال تقريبا خلال النصف السنوي الاول 18 مليون درهم. ما شاء الله. على غسيل الكلى اخوي علي الغسيل. شوف اقول وين مرضى الم وامل اللي كانوا يجونا اختفوا حاليا ما لهم. صحبناهم خذتهم زين زين خذتهم ما دام عمل خير زين جزاكم والله يا اخوي علي. انا يعني في المقام الاول اتوجه بالشكر الى كل من يساهم ويبذل ويثق في جمعيه الشتات الخيريه. الحمد لله هذا شيء كسبناه نحن اليوم. الجمعية تأتيها مساعدات وزكوات وصدقات من الغربية إلين آخر منطقة في الإمارات الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. لأن يعني ما عندنا شيء خافي وكل شيء شفافية موجودة والحالات الحمد لله منتشرة على مستوى الإمارة وأخبار الجمعية الحمد لله يعني بتبشر بخير. نعم. وتسعد كل من يدخلها بإذن الله عز وجل. الحمد لله. التركيز كان على غسيل الكلى لأن الغسيل مكلف حقيقة. نعم. حد من الناس يغسل ثلاث مرات في الشهر. ثلاث مرات. وهذا مكلف. ثلاث مرات في الأسبوع. ثلاث مرات في الأسبوع حد منهم صح يعني. نعم. الجلسة 1800 تقريبا. نعم. وهذا مكلف. صحيح. فالحمد لله رب العالمين اليوم غسيل الكلى يتكفل بحالات وصل المبلغ إلى 18 مليون. غير عن هذا عندنا الزواج الجماعي، صح انه العام يعني ما اقيم بسبب الجائحه، ولكن عندنا سنويا نزوج من 30 لين 40 شخص. نعم. كانت هذه الحمله مستمره وهذا المشروع كان بشكل سنوي. نعم. حتى الان نحن نتحدث عندنا عرس البحرين. في البحرين. نعم. انا اكلمك الحين وتوني. نعم. تسالني عن محمدان الزري. الزري. نعم. محمد حمدان وعبد الله بن خادم واعضاء مجلس الاداره والشيخ صقر بن محمد والراشدي ومجموعه من الاعضاء اليوم في البحرين يعني يشهدون الحفل العرس الجماعي اللي تقيمه الجمعيه بالتعاون مع الجمعيه في البحرين. نعم. فالحمد لله رب العالمين، مشاريع كفاله طالب العلم، الشنطه المدرسيه، قصدي الحقيبه المدرسيه، المير الرمضاني، الاسر المتعففه، المساعده الشهريه، يعني عجله الجمعيه الان تدور بفضل الله عز وجل، ثم ثقة الناس ودعم المحسنين من أعلى المسؤولين إلى أقل مواطن موجود أو مقيم على هذه البلد. هذا صراحة بأمانة أستاذ خالد أنا قلتها في برنامج علم وأمل، يعني ثقة في من يعمل في جمعية الشارقة الخيرية، ولكن مع ذلك في عليها رقابة من دائرة الرقابة المالية بحكومة الشارقة. أحسنت. مع الثقة يعني اللي موجودة. نعم. في من يعمل في هذه. صحيح. الجمعية، لذلك يا أخوان لا تخشون، يعني أموالكم هذه في يد أمينة وتذهب إلى من يستحقها بالفعل. أكيد يعني. بإذن. نعم. الله بإذن. صحيح. الله. هذا. نعم. أمر مفروغ منه أخوي علي، مثل ما تفضلت هناك يعني متابعة حثيثة من ديوان المحاسبة بشكل سنوي في آخر السنة، نحن مقبلين نحن الآن الشهر. نعم. الجاي على إبراز الكشوفات أين ذهبت أموال الناس. نعم. فنحن الحمد لله رب العالمين ما يحتاج أن نتكلم عن عمارنا، الناس عارفة وتشوف الحمد لله، وما خلت الناس هذه تينا من مناطق بعيدة إلا أنهم فعلا ثقة يعني ثقة. نعم. وشافوا أن فلوسهم أو تبرعاتهم تذهب إلى الناس الحمد لله. صحيح. رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله. طيب أستاذ حصة، إدارة التلاحم المجتمعي اللي أنت مسؤول عنها في. نعم. دائرة الخدمات الاجتماعية، شو دورها بالضبط يعني؟ نحن في إدارة التلاحم المجتمعي بالأخص مركز الشارقة للتطوع نقدم خدمات متنوعة للمتطوعين. إحنا تركيزنا على المتطوعين، كيف أنا اليوم أستقطب متطوعين، كيف أنا أبقي على التطوع باستمرارية. فالحمد لله يعني بأعداد جدا بسيطة من المتطوعين وصل عددهم لـ200 متطوع، لكن اليوم إحنا 18 ألف متطوع هذه المسجلين في إدارة منصة مركز الشارقة للتطوع. نعم. لله الحمد اليوم وصلنا لأكثر من 390 ألف ساعة تطوعية، فهذا الرقم اندال يدل على حب المتطوعين وحب للناس بشكل عام للتطوع. فصار التركيز في بداية من مواطني الدولة، عفوا بس من مواطني من جميع الجنسيات. جميع الجنسيات. كذلك يعني تختلف الديانات كذلك، مش بس المسلمين مشاركين معنا. صار في وعي الله الحمد اليوم دولة الإمارات دولة يعني الشعب صار فيها واعي بالعمل التطوعي. جميل. كنا بدينا بنشر الثقافة، اليوم طموحنا أكبر عن نشر الثقافة، طموحنا كيف أنا أخلي المتطوع يرجع يتطوع مرة ثانية. فكل التركيز على كيف أبقي المتطوع يتطوع بشكل دائم وأخليه مستدام
طول فترة التطوع معنا. طيب أستاذ خالد، الآن سؤال جاء في بالي في الحقيقة الآن، بالإضافة إلى البرامج الموضوعة، أكيد في برامج توضع يعني كخطة سنوية أن عندنا في هذه السنة الأعمال الفلانية، بناء المساجد، وهذه موجودة ومستمرة يعني. طيب في أشياء تحدث على شكل طارئ، كيف استعداد الجمعية أو تفاعلها مع مثل هذه الأحداث؟ حرائق مثلا، فيضانات. أحسنت، هو هذا الشيء واقعي حقيقة يعني. أحيانا خلنا لوينا على موضوع الحرائق، تتفاجأ ينتشر خبر والله مثلا البرج الفلاني محترق، وهذا البرج يمكن فيه 500 شقة. صحيح. هل 500 شقة لو قلنا في كل شقة 3 أنفار أو 4، يلا يعني الأب وزوجته وعياله، متوسط 4 أنفار في كل شقة. صحيح. عندك عدد كبير، فنحن الحمد لله عندنا فنادق متعاقدين معها لهذه الأمور الطارئة. فإذا حصل سبحان الله أمر طارئ مثل هالأمور هاي، ناخذ الناس هذيلة ونحولهم على الفنادق اللي نحن متعودين وفي بيننا وبينهم تعاون يعني، مع توفير كل احتياجات الحياة ومستلزماتها من أكل وملابس. طبعا الناس تدري أنت من تسوي الحريجة هذه، الناس كلها تهج. صحيح. تترك ما ملابسها وكل شيء، ينفذون بحياتهم. لذلك الجمعية توفر لهم هذه الأمور كاملة يعني من إلى. فالحمد لله عندنا لجنة أزمات مصغرة موجودة لإدارة أي حدث طارئ مثل هذا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كذلك ترصد المبالغ بشكل فوري يعني. نعم. الحمد لله. طيب أخت حصة، تحدثي عن العمل التطوعي قبل قليل، يعني لو تكلمينا عن أهمية العمل التطوعي وتفاعل من يأتون يتطوعون، يعني يتطوع في موسم مثلا معين ويترك، ولا في منهم من يستمر حبا في هذا العمل؟ طبعا أي عمل يبقي له أثر فهو مهم، فلله الحمد المتطوعين يأتون بدوافع مختلفة، في من يأتي لكسب الأجر دافع ديني، في من يأتي باستثمار وقت الفراغ، بمن يأتي ليقوي شخصيته. سبحان الله، العمل التطوعي يقوي شخصية الفرد، تقوي فيه ثقته بنفسه، يستثمر خبراته كذلك في العمل التطوعي. فلله الحمد يعني صارت عندنا أعداد ثابتة في التطوع، وحابة أنها تستمر. أي فرصة تطوعية يتم طرحها عبر منصة مركز الشارقة للتطوع، في أعداد معينة تساهم وتشارك بشكل مستمر في هذه الفرص التطوعية التي تطرحها الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة. جميل. أستاذ خالد، أعود بسؤال عن أعمال الجمعية. تكلمنا طبعا أو بنتكلم عن الخارج مرة أخرى، لكن الأعمال الداخلية داخل دولة الإمارات، مبادرات الجمعية داخل دولة الإمارات اللي هي الثابتة اللي توضع في الخطة السنوية، مثل بناء المساجد وغيرها وغيرها يعني. والله أخوي علي، نحن عندنا طبعا مشروع المساجد، هذا من أهم المشاريع اللي موجودة حتى عند الناس يعني. أغلب الناس يومي بيتبرع يقول لك أنا أبغي أبني مسجد أو أساهم في بناء مسجد. فعندنا نحن بناء المساجد، إذا بنتكلم داخل الدولة عندنا بناء مساجد، عندنا قلت لك عيادة غسيل الكلى، عندنا دعم طلبة العلم، عندنا دعم الأسر المتعففة. يعني في النصف السنوي الأول كلف وصل المبلغ 10 ملايين درهم دعم الأسر المتعففة. وطبعا يعني كان المبلغ تقريبا، كيف يصلون، عفوا السؤال هنا، كيف تصل الأسر المتعففة إلى الجمعية دون أن يعلم بهم الناس؟ طبعا شوف، نحن عندنا الأسر المتعففة إلنا لهم لجنة خاصة، يعني خاصة إذا كانت ملفات تتعلق بمواطنين. عندنا حالات ناس مواطنين طبعا، مش يجي الجمعية مدام متعفف، أكيد في حد يخبر عنه. عندنا لجان مثلا، أعطيك مثال كيف نحن نوصل حق المتعفف. مثلا أنت يارك تعرف حالته، تشوف وضعه، تكلم تقول لي خالد والله عندنا مثلا حالة إنسانية كذا كذا، وناس متعففين وأنا أعرفهم. فبناء على الثقة اللي بيني وبينك مثلا، كوني عارفك تصلي ياي في المسجد وياري، وتعرف عندك احوال الفريج. وهذا امر مطلوب يا جماعه، حتى فرصه يعني ان انا اوجه الناس. أحسن. اذا تعرفون حالات متعففه يا اخي اتصلوا بنا، عندنا الخط المركز الاتصال هذا 814، نتلقى فيه المكالمات بشكل يومي من الساعه 8 الصبح لين الساعه 8 في الليل. فإذا عندك بس حالة، لكي نطمئن المشاهد أخوي خالد، نعم، المسألة سرية 100%. أنا أدريبك بتسألني هالسؤال. نعم نعم. سرية تامة. ليش خليناهم في لجنة خاصة؟ واللجنة هذه أفراد اللجنة كلهم مواطنين.
نحن عندنا عدة لجان في الجمعية. نعم. بعض اللجان فيها من الأخوة الموظفين ويانا من الجنسيات العربية، ولكن لجنة اللي تنظر في ملفات الأسر المتعففة لجنة من المواطنين كلهم. جميل. ينظرون إلى بكل سرية لملفات الناس هذيلة، والحمد لله رب العالمين تصل المساعدات، ولكن تتفاوت من أسرة إلى أسرة. نعم. بعض الأسر مثلا يتساعدون ب 4000 درهم شهريا، بعض الأسر أقل على حسب عدد أفراد الأسرة. ولكن مثل ما قلت لك، نحن نصل إلى هؤلاء الأسر من خلال معارف الناس أو من خلال أشخاص موجودين في الجمعية نفسهم يعني. نعم نعم. جميل. الحمد لله رب العالمين. طيب الأموال هذه. نعم. لأن هذه تعتبر يعني أشياء يعني مفاجئة أحيانا. نعم. يعني تكتشف بأن هناك أسر متعففة ما كان في البال. صحيح. كحسابات كميزانية. نعم. توضع. نعم. لهم من أين تأتون بالمبالغ الفائضة؟ من الحساب الإداري. نحن عندنا حساب خاص في الجمعية. نعم. أموال إدارية عندنا. أي أمر طارئ تخصم من هذه المبالغ الإدارية الموجودة. نعم. إلين ما يعلن عن هذا المشروع أو هذه المساهمة والمبادرة، ويفتح المجال للأخوة المقيمين والمواطنين أنهم يبادرون للتبرعات. للتبرعات. أيوة. ولكن بشكل فوري يعني تصرف من حساب الإدارة يعني. نعم. أستاذ حصة، الشروط اللي يجب أن تتوافر في المتطوع حتى يقبل في دائرة الخدمات الاجتماعية. طبعا من المعلوم أن قانون العمل التطوعي يبدأ من 18 عام، ولكن احنا كذلك في مركز الشارقة للتطوع نستقبل الأطفال من عمر 6 سنوات، نهيئهم بتقديم برامج تطوعية تهيئهم لميدان العمل التطوعي. نعم. فالشرط الوحيد العمر، نستقبل جميع الجنسيات جميع الديانات جميع الثقافات كذلك في العمل التطوعي، وطبعا يكون في تعاون بيننا وبين الجهات الحكومية مثل ما ذكرنا. طبعا كيف يتم طرح هذه الفرصة التطوعية؟ مسمى طرح فرصة التطوعية هذا المسمى هو عمل تطوعي. نعم. نعم. كيف يتم هذا العمل التطوعي؟ بالتنسيق مع الجهات الحكومية أو حتى الاتحادية في الإمارة حسب حاجة الجهة، أو إذا كانت عندها فعالية، أو حتى في الجائحة لله الحمد كان في تواصل مستمر بيننا وبين الجهات في طرح الفرص هذه التطوعية وقبول المتطوعين في تنفيذ الأعمال التطوعية. بالتالي طبعا المتطوع إذا دخل عندنا في دائرة، بس ما يصير نقص تحصى لله الحمد، يصير دائما عندكم زيادة، دائما زيادة، وفي الويتنج ليست يعني ما شاء الله يعني. ما شاء الله. طوعين الحمد لله العدد اللي تطلبه الجهه نوفر له، ودائما تكون في يكون في عدد احتياطي للمتطوعين. نعم. نعم. طيب الحالات الطارئه استاذ خالد التي تقدم الى الـ الاسر. نعم. يعني هناك آلية اكيد متبعه في جمعيه الشارقه الخيريه، المساله مش عشوائيه يعني. نعم. هل هي سريعه؟ لان تدري المحتاج دائما، حتى صحيح. صاحب السمو الحاكم ذكر اكثر من مره بان المحتاج لحوح. صحيح. نعم. مثل ما تفضلت أخوي علي، الحالات الطارئة يصرف لها مبلغ يسمونه يعني عندنا الملفات العاجلة. نعم. هذه يصرف لها مبلغ في نفس اليوم، يعني خلال يمكن مثلا أقول لك نص ساعة ساعة لين ما يتجهز الملف، وهذا يطلع الشخص من عندنا وهو بإذن الله عز وجل يعني مستدى حالته إلى فترة مؤقتة، لين ما مثلا على سبيل المثال شخص يفقد وظيفته بشكل مفاجئ. نعم. يلجأ للجمعية، الجمعية يعني تصرف له مبلغ مقطوع إلى مثلا أول 6 شهور من السنة إلين ما يحصل وظيفة. إن ما حصل وظيفة الريال يقدم ملفه مرة ثانية ويصرف له المبلغ بشكل يعني مستدام إلين ما تتوفر له وظيفة سواء في الإمارة أو خارج الإمارة. نعم. ولكن الحمد لله الحالات الطارئة عندنا محلول أمرها، يعني ما عندنا شيء فضل الله عز وجل يعيقنا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى يعني، وبركة هذه الجمعية و إخلاص الناس المحسنة واللي تدعم الجمعية هذه. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اليوم أخوي علي يعني أنا أتمنى لو تون تغطون تأخذون يعني مقابلات مع الناس اللي موجودة في الجمعية من الصبح، ما شاء الله تبارك الله الناس الحمد لله تتوافد، وفضل الله سبحانه وتعالى تقريبا الجميع يطلع بإذن الله عز وجل وهو يعني حالته استدت. الحمد لله. إن كانت بشكل عاجل أو حتى مثلا خلال فترة دراسة الحالة. اللهم لك الحمد لله رب الحمد العالمين. لله. طيب في بعد سؤال فضل. أستاذ خالد جاني الآن، في مساعدات ثابتة من فاعلي خير مثلا الله سبحانه وتعالى نعم عليهم كرجال الأعمال وغيرهم؟ لأن كنت أسأل أو أتساءل أسأل نفسي قبل شوي، مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية اللي عارفة أن في رجال أعمال. صحيح. يدعمون المدينة بشكل شهري تقريبا. صحيح. نعم. ماذا عن الجمعية؟ حتى في الجمعية أخوي علي عندنا ناس
تتبرع بشكل شهري. يعني مثلا بعطيك مثال وبالمثال شو يقولون يعرف المقال. في يوم من الايام واحدة من الاخوات المحصلات كانت طالعة اجازة، وفي ناس عائلة متعودة انها تتبرع عند الاخت هذه يعني بشكل شهري 6000 درهم يرسلوا لها بشكل شهري. فارسلوا الدريوة المال ماك اليوم يوميا، ما حصل الاخت هذه كانت في اجازة، فقال حق الاخ اللي موجود وين فلانة؟ قال له في اجازة. قال لا انا موصاي اني هذا المبلغ اعطي فلانة، يعني تعودوا اياها. وهذا شيء طيب حقيقة. معظم المحصلين عندنا في الجمعية اللي منتشرين في الأسواق والمجمعات التجارية والجمعيات التعاونية بنوا علاقة مع الناس، وهذا شيء طيب حقيقة. يعني بنوا علاقة يعني أساسها الثقة. فعندنا ناس معينين بشكل شهري يتبرعون. ولو تسمح لي خلني شوي أعرج بس على الموضوع. تفضل. قبل أسبوعين كنت في برنامج أنا في الإذاعة الريح المرسلة. نعم. وهذه الأخت متعودة أنها تتصدق وتتبرع. كان عندنا مشروع الريح المرسلة، نبغي نبني بيوت في نيجيريا. فسبحان الله استصلت هي طبعا عند الجماعة هذا، قالت أنا أتبرع بالحالة كاملة. فالحمد لله من ويانا قالت أنا أم عمر. إذا هي تسمعنا نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله نجعل ميزان حسناتها. آمين يا رب. شوف النتيجة كيف. طرحنا الحالة الثانية، اتصل الأخ قال أنا أتبرع أتكفل بالحالة كاملة. طبعا المبلغ كان 10,000. نعم. قيمة الليلة. الحالة الثالثة اتصلت أم عمر شاركت بنصف المبلغ، قالت أنا بساهم بنصف المبلغ. والحالة الأخيرة ساهمت ب1000. الأسبوع اللي عقبه اتصلت الأخت هذه أم عمر في البرنامج الريح المرسلة، كلمت الأخ اللي كان يتلقى المكالمات تحت الهواء. نعم. فقالت لنا بقول لك قصة أنا كنت واقع فيها. قالت لنا قبل أسبوع أنا عاد كنت أسوي شيء من الدعابة، فهي كل ما تتصل أقول لأخت أم عمر ترى أنا كل خميس موجود هنا من الساعة 5 إلى 6 لا تنسينا. اتصلت الأسبوع اللي عقبه فقالت حق الأخوة اللي في البرنامج، قالت لهم أنا كان فيه سرطان وكان عندي موعد يوم الخميس اللي طاف هذا، فسبحان الله يوم صرت وسووا لي فحوصات فضل الله عز وجل ما فيه شيء، والله شاهد على كلام يا جماعه. لا تحرون يقول هذا الكلام من باب الدعايه واقول لكم تعالوا، لا هذا واقع. نعم. ويقين. داووا مرضاكم سبحان الله بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقه. نعم. يا اخي وان الصدقه لا يعني تقي مصارع السوء. نعم. فسبحان الله يعني تفاجئوا الاخوان، يعني انت ساعات يوم تسمع قصه يمكن يعني يدخلك شيء من الشك. صحيح. ولكن من الشخص مباشره هي اللي اتصلت حق الاخوه قالت لهم انا اليوم طالع من المستشفى الحمد لله ما فيه شيء. الحمد لله. فالحمد لله رب العالمين، الثقه موجوده وتبرعات الناس تصل باذن الله عز وجل الى محتاجيها الشرعيين باذن الله عز وجل. الحمد لله. بلا ادنى شك. الحمد لله. وهذا يعني ما اجرينا هذه الحلقه بسببه، دوله الامارات العربيه المتحده منذ تأسيسها في عام 1971 وحتى هذا اليوم. مشاهدين الكرام، كل ما تشاهدونه من خير ودفع بلاء وأمن وأمان بفضل الصدقة. الدولة تتصدق دائما الحمد لله. والصدقة يعني عائدة على البلد وعلى مواطني الدولة وعلى المقيمين على أرضها. ونتمنى إن شاء الله تعالى أن يستمر عمل الخير الإنساني الذي بدأت به دولة الإمارات دائما وأبدا إن شاء الله. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، نشكر في ختامها ضيفين الكريمين اللي رافقونا هذه الحلقة، الأستاذ خالد القصاب مدير إدارة التبرعات في جمعية الشارقة الخيرية، والشكر كذلك للأستاذ حصة الحمادي مدير التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية. شكرا لكما. حياك الله. شكرا لك. الله يعطيك العافية. شكرا إخوتي أخواتي، يتجدد اللقاء بنا وبكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج إماراتنا. إلى اللقاء. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.